قال لي عايزك تلعب كأنك بتلعب ماتش خماسي بالظبط بنفس اللفظ. قلت له ان شاء الله. قال لي ما تخافش وانزل العب لعبك اللي بتلعبه في التمرين واللي بتلعبه اللي لعبته في الماتشات اللي فاتت كلها. والثقه دي طبعا فرقت معايا كتير يعني وانا نازل الماتش. مش هنسى الجول التاني طبعا، كوره عملت كعب اللي هي يعني من الاخر زي ما بيقولوا كده بالبلدي سلكت الكوره للهدف التاني اللي اتلعبت من ابو تريكه مني بالكعب لسيد معوض، فراح عملها اتعملت بالعرض جول. كان حد من المدربين بيتفرج عليا، كان محمد شوقي مرشحني ان انا ابقى موجود معاه في ميدلزبرا. فالمدرب كان بيتفرج عليا وكده في الماتش ده في ماتش البرازيل، وجي اتكلم مع محمد شوقي قال له انا عايز اقعد معاه وكده، فجي الفندق يقعد معايا. جينا قعدنا في الريسبشن بتاع الفندق وكده، واحنا قاعدين كابتن حسن دخل، يعني كابتن حسن دخل ايه القعده ديت وكده، ف اتكلمت معاه وشرحت له وكده. قال لي احنا هنخسر الماتش الجاي. والحمد لله حمدت ربنا طبعا ان احنا ماتشي كان ماتش ايطاليا اللي بعديها ونزلت الحمد لله برضو كنت كويس في الماتش وكسبنا الماتش. فموقف يعني كنت في نص هدومي وقتها يعني.